الإسبال جاء النهي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أثر من الكعبين من الإزار ففي النار، ما أثر من الكعبين من الإزار ففي النار. واختلف أهل العلم في هذا، هل مقصود الإسبال عموما أو الإسبال مع المخيلة أو المخيلة اللي هي التكبر؟ فإذا كان مع المخيلة حرام بالإجماع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر من المسبي الإزارة خيلاء. فإذا كان إسبال مع كبر هذا حرام بالإجماع، أما إذا كان إسبال بدون كبر فهذه اختلف فيها أهل العلم. بعض أهل العلم قال أيضا حرام لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسلم من الكعبين من الإزار ففي النار. وبعضهم قال حلال وتركه أولى، لأن اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كانت إزرة النبي صلى الله عليه وسلم فوق كعبه صلى الله عليه وسلم، لا لم ينزل إزاره عن كعبه، فالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم مطلوب صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل إزاره عن كعبه صلى الله عليه وآله وسلم. وأكثر الذين يسبلون الإزار فيما أعلم والعلم عند الله جل وعلا ليسوا من الكبر، ليس هذا من الكبر، وإنما يفعلون هذا إنها من الزينة، من أخذ الزينة، كما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل يحب أن يكون نعله حسن وثوبه حسنا، قال: إن الله جميل يحب الجمال. فأكثر الذين يطيلون الإزار أنا أعرف الكثيرين أزرهم طويلة جدا، وهم من التواضع شيء عظيم جدا، متواضعون ليس في قلوبهم أي كبر، بل متواضعون أكثر من الذين أو بعض الذين يرفعون إزارهم. ولكن مع هذا ترك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والذي تميل إليه النفس أن الإسبال محرم سواء كان بخيلاء أو بدون خيلاء، الإسبال محرم بخيلاء أو بدون خيلاء، وإن كان مع الخيلاء أشد تحريما، والله أعلم.